السلام عليكم، معكم قناة أم دنيا. إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم راح نهضر لكم على البريس أو لاكافتيغ تاعنا أو لابريس تاعنا تاع القهوة على الآلة هذه. طلبوا مني بعض المشتركات وقالوا لي أعطينا لا مارك وهضرينا عليها شوية. أنا ما حبيتش، أنا عندي 6 شهور من اللي شريتها، ما حبيتش نعطيكم عليها معلومات في الوقت ما جربتهاش. دوكا راني جربتها. هاد لا مارك هي أكوديم، فيها 15 بار، هي كتعود 15 بار تما تبريسي القهوة بزاف. عندكم هذا الغازارفواغ هذا اللي من اللور، يدي إطرا ونص نتاع الماء. رايحة نجربها معكم وتشوفوا كيفاش دير القهوة وكيفاش دير الكابوتشينو. هنا راه عندي قرعة تاع ماء معدني، رايحة كيما حبيتو تحبوا ديروا أي ماء، بصح أنا حندير الماء المعدني باش نطيب قهوة. دات لي هذاك الغازافوار دار لي إطرا ونص كيما راكم تشوفوا فيها. ماركة هذه أركوديم، والله ما على بالي يعني بالضبط منين. انا راني جوست على حساب طلبات المشتركات تاعي، شافوها كي طيبت فيها قهوه وقالوا لي ماذا بك تهدرين عليها، يبقى قلت ندير لكم عليها فيديو. هنا بعد ما صح لي شويه تاع ماني مسحته، دوك ان شاء الله راح نوري لكم. عندي هذا، شوفوا عندنا هذا البرا هذا اللي فيه اللي راح ندير فيه القهوه. هذا الكميه هذه تاع البرا هذه هز 2 فناجل، وانا يا مش راح ندير زوج، راح ندير غير كميه قليله. انا راني نستعمل في قهوه فاميكو، هي نورمالمون اللي يحب قهوه تاع كيما تاع القهاوي يعني يستعمل القهوه تاع الحب. انا خلاص ولفت القهوه تاع فاميكو، ولا نحب راجلي يعني ندير له تاع الحب، لا لي انا ندير فاميكو. مش راح ندير بزاف بس كيما تعرفوا قهوه تاع فاميكو قاويه بزاف. راح جوست نطيب حق فنجان. انا نقول لكم هاد لابريس هذه او الكافيتيغ هذه تاع القهوه ولا الاله هذه تاع القهوه ساعدتني بزاف. كنت نطيب بريس تاع قهوه نشرب غير انا الصباح فنجال وتونسيحه، بس راجلي يحب القهوه تاع القهاوي. كما قلت لكم هاني درت لا دوز، وهذيك المغرفه اللي شفتوها هذيك هي القياس اللي تقيسوا به. هنا بعد ما بلاصيت البرا تاعي شعلت لو بوطون هذا كيما شفتو كان يكلينيوتي. بعد ما يحبس مي كلينوتيش انا رايحه نتكا على دوزيام بوطون باش تخرج بريسي لي القهوه تاعي. ها كيما راكم تشوفوا يعني قهوتها كي نقول لكم بنينه بزاف بزاف. انا عندي قلت لكم شريتها في العيد الكبير، واحد 6 شهور دوك ملي شريتها، والله العظيم غير هايله. مانيش يعني على بالي كاين اللي يقدر يشريها وكاين اللي ما يقدر ما يشريهاش، ماشي لازمه، ماشي لازمه يعني في الدار. بصح اللي يحب القهوه تاع برا وعنده لي موايا اللي ما لا تكون عنده وحده في الدار، ما قلت لكم اللي ما لا تكون عندكم وحده في الدار. هنا بعد ما تبطر تنحيو هذاك عندها واحد الطبسي هكذا من تحت، تغسلوه وترجعوه لبلاصتو. مش راح نقول لكم كما قلت لكم، انا جوست ما كنتش راح ندير عليها فيديو، بصح بعد ما جوني بعض المشتركات وطلبوا مني وقالوا لنا هدرينا عليها حابين نشريوها وقولينا واش كيفاش تمشي وكيفاش، قلت ندير لكم فيديو. هنا راح ندير الكابوتشينو، دير حتى هذيك لاموس في الحليب. هنا بعد ما ها عندي هنا حليب، لازم يكون حليب يكون مليح، ماشي حليب هذاك الماوي، انا مستعمل هنا حليب كونديا. تكيت على ذاك البوطون كيما شفتوني، بعد ما يحبس ندور هذاك البوطون ورايح يجيني لاموس تاعي. بعد ما تجيني لاموس هذيك تتنحى وتتغسل كيما راكم تشوفوا. هاي لاموس تاعي كيفاه جات، هاي لاموس دير الكابوتشينو. مهم هي متعدد الاستعمالات، دير حوايج بزاف كيما قلت لكم، تبريسي القهوه، دير لكم قهوه بريس، ودير لكم لاموس، دير كلش. هنا بعد ما خلصت وشربت قهوتي وهدرت لكم على هدرت لكم على هذيك الاله القهوه، ديتكم لا شامبر تاعي. حبيت نشارك معكم هذا، وشريتهم عندي بزاف، شريتهم صطيف لا شريتهم ب100000 الزوج. قلت نديرهم في لا شامبر تاعي كي نحب ساعات. انا يعني مش من النوع اللي يحب يهز لي غيدو تاعو، بصح قلت لي مالا نجربهم. هاني هزيتهم هنا شوفوا كيفاه،
بصح والله لقيتهم هنا في بجاية، انا عندي شهرين ولا قدام اللي شريتهم. كيما رحت للصيف كنت درت معاكم فيديو ب100، بصح في بجاية ولا لقيتهم غير ب50 زوج. ها شوفوهم، حاجة مليحة يعني اللي يحب يدير لي كاش ريدو تاوعو. بعد ما خلصت وطاب غدايا وخرجت انا وصاحبتي، راني نوجد لا شامب تاعي، حبيت نروح نشري لها لي دغا ونشري، ورحنا لهذا الحانوت ولقينا عنده كي نقول لكم ما شاء الله، حانوته ما شاء الله عنده انواع تاع لي دغا كامل، وحتى من النوعيه المليحه. 60,000 لومتر، فيهم 42 عرض هذا اللي دغا هذو، نوعيه مليحه، كوتون، كاين تاع 80 اللي فيه دوغي، هذاك اللي فيه يدير 80. وقلت والله غنصور للمشتركات تاوعي ونوري لهم شويه واش كاين، كيما هنا العرايس اللي حابين يشريو عنده كلش، عنده لي دغا، عنده لي كوات، عنده لي كوسا هذوك اللي يجوا في لي فوتوي، عنده لي يجوا في لا شومب، عنده كلش عنده. ها كيما راكم تشوفوا راني صورت لكم شويه شويه كامل واش عنده. شوفوا الان النوع تاع لي دغا اللي عنده، ما شاء الله عنده حتى اليوس مخيطين، عنده سرابت. هاني سييت نصور لكم شويه شويه كل منهم. ها هادو فاني لي كوسان يهبلوا، شوفوا يحب هذا النوع هذا. يدير يخيط حتى لي كوات، اللي يحب يخدم كوات عنده او لي كوات. انا جيست حبيت نشري لي دغا ونشري الكتان باه ندير كوفغ او اوس بوغ كوات. ابدا الدايوت دا بلاستيك تزرب موجودين فيه. دير عليك ماشي تخطير طلاف لك ماشي ما عجبك. اسمع انت لاني موديل تسمى جوست تي شحال دو بلاص؟ 750 سنة سمتي وي 100 بلا لاوز. قلت لكم انا هنا شوفوا الكوات اللي خيط فيهم. هنا كيما كنت قلت لكم سقسيتو على الكوات. انا ما قلت لكم ماشي حنبدل الكوات تاعي، راح جوست ندير نشري كتان ونغلفها برك وحدي. كي نحب نحي الكتان نغسلو الكوات تبقى نظيفه. شوفوا هنا لي دغا العرايس عنده واحد الموديل يهبل يهبلو يهبلو. شوفوا ما قلت لكم عنده كلش. وهنا بعد ما خرجتكم معايا وديتكم لهذا الحانوت وريت لكم شويه، وهنا بعد ما وريت لكم واش كاين، انا هنا راه شوفوا راني مبازي على لي دغا لبناتي. قالوا لي شوفي لنا ماما لي دغا لبناتهم يحوس يديروا لهم، كما تعرفوا ما عندهم بناتهم صغار. شوفوا كيفاش راني مبازي على لي دغا تاع لي بيبي. هنا بعد ما نعت لكم هذا الحانوت واللي رحت ليه باش قلت كيما قلت لكم راني نوجد حنشري لي دغا نخدم لي دغا للشومبره تاعي، نعدت لكم شويه من كل حاجه واش عنده كامل. ما ان شاء الله حنقول لكم خليكم ونقول لكم مع السلامه والى فيديو قادم ان شاء الله. ونتمنى يعجبكم الفيديو، اذا عجبكم ما تنسونيش اللايك والاشتراك، ونقول لكم مع السلامه والى اللقاء.